كشف رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر المهندس عصام بدوي أن ميزانية الجهاز للعام المالي الجديد بلغت ما يقرب من 7 مليارات جنيه، لافتا إلى أن الميزانية مخصصة للصرف على 3 مدن وهي أكتوبر والسادس من أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر. وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من 80% من محاور الطرق بالمدينة قبل نهاية العام الجاري، وفي مقدمتها المحور الأوسطي بالمدينة والطريق الدائري، فيما سيتم الانتهاء من طرق الواحات أو طريق الواحات نهاية 2019، بالإضافة لاستكمال مشروعات الإسكان وتوصيل المرافق لأراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزاً.